السلام عليكم، معاكم احمد هيكل. وفي الفيديو ده ان شاء الله والفيديو اللي بعده هنتكلم على جيت وجيت هاب وازاي اشتغل عليهم. الشرح ده مخصص للمبرمجين او اللي عندهم مشاريع برمجة بأي لغة برمجة وحابين يرفعوا الشغل بتاعهم. يلا بينا نبدأ. بسم الله. ايه هو جيت هاب؟ جيت هاب هو منصة او موقع بتحط فيه المشروع بتاعك وبتديره. المشروع بتاعك بقى اكواد وفايلات وكده، بديره باستخدام جيت. ده برنامج بيدير المشروعات الموجودة على جيت هاب. طيب هي جيت هاب طبعا من اهم مميزاتها العمل الجماعي، بمعنى ان لو كذا حد شغالين على نفس البروجكت، كل واحد يبقى عنده نسخة من البروجكت على جهازه، وكل تعديل يعمله يرفعه ويوصل لكل الناس. اولا هتعمل اكاونت عادي على جيت هاب، على موقع جيت هاب. انا كنت مسجل قبل كده، فاخش على الاكاونت بتاعي على طول. تمام، ده بالنسبه للجيت هاب. طب بالنسبه للجيت، جيت حاجه اسمها فيرجن كنترول سيستم، يعني دي عشان لو سمعتوا الاسم ده قبل كده، يعني اداره النسخ. تقدر تعمل نسخ من المشروع بتاعك وتشوف التعديلات بتاعتك اللي عملتها قبل كده. بالنسبه للجيت، انت هتعمل داونلود لجيت دوت. اللينك الداونلود ده هتلاقيه طبعا، هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. لو انت ويندوز هتدوس هنا داونلود فور ويندوز، ولو ماك او لينوكس غالبا هتلاقيه اصلا نازل لوحده من غير ما تعمل له داونلود. تمام، طبعا اختار 32 بت او 64 بت على حسب الويندوز اللي عندي، واسطبه عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس انا كنت منزله قبل كده فمش هنزله تاني. تمام كده، انا نزلت جيت وعملت اكونت على جيت هاب. هبتدي اشتغل بقى. عشان استخدم جيت او جيت هاب، انا حاجه من الاتنين، يا انا عندي بروجكت او فايلات عاوز ارفعها على جيت هاب وابدا اديرها يعني، يا اما حاجه اصلا موجوده، مشروع موجود على جيت هاب عاوز انزله عندي وابتدي ان انا اشتغل فيه، وبعد كده ارفعه تاني، ارفع تعديلاتي تاني. طيب هتكلم اولا لو انا عندي البروجكت على الجهاز وانا عاوز ارفعه على جيت هاب. تمام، اولا البروجكت بتاعي لازم اخليه بيدعم جيت علشان اقدر ارفعه على جيت هاب. تمام، ازاي اعمل كده؟ اعمل رايت كليك كده، جيت باشير او تيرمينال عادي، يعني لو انت لينوكس تبقى اوبن ان تيرمينال. جيت باشير ديت بتخليني اكتب الكومنتس بتاعتي. طبعا يعني للي ما يعرفش الكوماند لاين او التيرمينال، يعني دي حاجه عباره عن تقعد تكتب سطور كده وبتدوس انتر، السطر ده بيتنفذ وبينفذ شويه اوامر. في الماك او لينوكس اسمها تيرمينال، وفي الويندوز اسمها كوماند لاين، يا اما جيت باش. انا هفتح جيت باش وهكتب الكومنتس بتاعتي علشان اخلي البروجكت بتاعي ده بيدعم جيت اصلا. هانيشلايز جيت ريبوزيتوري. ازاي اعمل الكلام دوت؟ هكتب جيت انت. طيب الكوماندز اللي هنكتبها لازم نكتبها بالظبط زي ما انا هكتبها، تكتب ورايا. وانا برضو هرفع فايل احطه في الديسكريبشن، ملخص او جميع الحاجات اللي هنستخدمها في الفيديو وجميع الكوماند لاين اللي هنستخدمها في الفيديو ده. طيب جيت انت اول واحد دوت بيعمل لي انيشلايز، هو كتب لي انيشلايز امتي جيت ريبوزيتوري. ريبوزيتوري يعني مشروع، هو ريبوزيتوري يعني مستودع. من ضمن الحاجات اللي يعني اللي لازم تبقوا عارفينها، ريبوزيتوري او مصطلحات بنقولها ريبو اختصارا ليها، يعني مستودع، يعني اللي هو المشروع بتاعي المستودع اللي فيه عدة فايلات وكده. تمام، انا كده عملت اول حاجة، خليت المشروع بتاعي بيدعم جيت. طيب في حاجة تانية بكتبها كمان في الاول كده علشان اقول للجيت انا مين، يعني مين اللي هيعدل حاجات ويرفعها، والحاجات دي تترفع باسمه اللي هو عدلها. تمام، لان في حاجه اسمها جيت لوج، دي اللوج او الهيستوري اللي بيقول لي ايه التعديلات اللي حصلت وكل تعديل مين اللي عمله. علشان اعمل الكلام دوت اعرفهم بنفسي، يعني بكتب السطر او الكوماند ده جيت كونفيج داش داش جلوبال يوزر دوت نيم، وهكتب هنا بين قوسين بالشكل ده احمد هيكل او اسمي، يعني اسمك انت، ودوس انتر. وهعمل نفس السطر اللي انا كتبته ده للي ما يعرفش التيرمينال برضه، لو دوس السهم اللي فوق هيجيب لي اخر كوماند انا كتبته، اخر كوماند انا كتبته اللي هو يوزر دوت نيم، انا هكتبه هو بالظبط بقى، بس هكتب يوزر دوت ايميل
عشان اعمل سيت برضو للايميل بتاعي، الايميل اللي هيرفع الحاجات. اكتب الايميل بتاعي، تمام، وادوس انتر. انا كده عرفت بنفسي وعملت empty git repository locally. locally يعني ايه؟ يعني عندي على الجهاز لسه ما رفعتهاش على جيت هاب. عشان ارفعها على جيت هاب لازم يبقى فيه اصلا ريبوزيتوري بقى جلوبالي او موجوده على جيت هاب، اقدر اربطهم ببعض وارفع الحاجات اللي عندي على الجهاز على الجيت هاب ده. هعمل كده ازاي؟ افتح جيت هاب، هختار ستارت نيو بروجكت، وهسمي الريبوزيتوري او الريبو بتاعتي او المشروع بتاعي اي اسم، ماي نيو ريبو اي حاجه، تمام. وديسكريبشن لو عاوز تحط ديسكريبشن حط، مش عاوز ما تحطش. ونوع الريبو ديت اللي هي بابليك او برايفت، بابليك اني وان كان سي ذا ريبوزيتوري، اي حد يقدر يشوفها لو معاه اللينك بتاعه. وبرايفت يعني مفيش حد يقدر يشوفها الا اللي ليهم اكسس عليها، تمام. هو عامه البابليك بيبقى ببلاش لاي اكونت، البرايفت بيبقى بفلوس مدفوع يعني، بس لو انت عندك ايميل جامعه في طريقه بتعمله علشان تخلي تستمتع بميزه البرايفت، ومش مهم ديت. بعدين ندوس كريت ريبوزيتوري. انا كده عملت empty repository بس على جيت هاب، فاضي ما فيهاش اي حاجه، وعندي البروجكت دوت. عاوز احط البروجكت ده ارفعه على البروجكت اللي هنا اللي على جيت هاب. اعمل ايه؟ هفتح الجيت باش، هو اوريدي مفتوح. هكتب السطر ده علشان الينكوهم ببعض، جيت ريموت. طبعا كل السطور ديت هتبقى موجوده في فايل موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو انت على اليوتيوب، تمام. جيت ريموت اد اوريجين، وبعد كده اليو ار ال او اللينك بتاع الريبو بتاعتك اللي هي دي، خد الكوبي وبيست عادي جدا وتدوس انتر. كده اتعمل كده، انا ربطت الاتنين ببعض. عاوز بقى ارفع المشروع ده عليه، انا كده ربطتهم ببعض بس لسه ما رفعتش حاجه. طيب هو علشان عموما يعني طول ما انا شغال السطر جيت انت وجيت كونفج وجيت كونفج وجيت ريموت دوت، الاربع سطور اللي في الاول كتبناهم دول ما بيتكتبوش الا اول مره واحده بس. السطر الاولاني عشان تكريت اولا جيت للبروجكت بتاعك، والسطرين اللي بعدهم علشان تسيت النيم والايميل بتوعك، والسطر دوت علشان تلينك الريبو بتاعتك اللي عندك على الجهاز بالريبو على الجيت هاب، مش هتكتبهم الا مره واحده. بعد كده بقى كل ما تعمل اي تعديل في البروجكت بتاعك عندك على الجهاز وعاوز ترفعه على جيت هاب، او تاخد حاجه من المشروع اللي على الجيت هاب تحطه عندك على الجهاز، بتعمل حاجات تانية بقى. طبعا لسه ما رفعتش اي حاجة. عشان ابتدي ارفع حاجة، كل تغيير بعمله حاجة اسمها كوميت. كوميت يعني انا بسجل التغيير اللي انا عملته، كل تعديل اعمله وحابب ان انا ارفعه واقول ان انا رفعت كذا بعمله بكوميت. وكل كوميت ليها كوميت مسج، رسالة انا عدلت في ايه او غيرت في ايه. وكل كوميت ليها برضو حاجة اسمها ID. بس قبل ما اعمل الكوميت اللي انا بقول عليه دوت، بعمل حاجة اسمها get add، وبعد كده نقطة علشان اضيف الفايلات عندي لحاجة اسمها staging area. فانا علشان اوثق اي تعديل انا عملته او اي حاجة تغيير انا هعمله في البروجكت بتاعي، بعمل حاجتين. اول حاجة get add وبعد كده نقطة، وبعد كده get commit. فجيت add وبعد كده نقطة عملتها، في كل تغيير هعمله هعمل الحاجات دي. وبعد كده اكتب جيت كوميت داش ام، ده عشان اعمل الكوميت بقى. هكتب ايه بقى ما بين القوسين دول؟ هكتب كوميت مسج او وصف للتعديل اللي انا عملته. انا هنا عملت تعديل، لا انا لسه اصلا ده اول كوميت عندي، هسميه انيشال كوميت، واروح داس انتر، تمام. كده الكوميت اتعمل، الكوميت اتعمل، عاوز اتاكد ان هو اتعمل. اعمل جيت لوج، مفيش الا كوميت واحد اسمه initial commit، واتعمل مين اللي عمل؟ الاوثر بتاعه احمد هيكل اللي انا عامله ست فوق، والتاريخ بتاعه كل حاجه، تمام. كده انا التغيير بتاعي حصل على الريبو بتاعتي والسجل اللي انا عملت اول كوميت موجوده. عاوز بقى ارفع اللي انا عملته دوت او التغيير اللي انا عملته، انا لسه عملتش تغيير، على المشروع بتاعي على الجيت هاب. بعمل كده بكوماند تانية اسمها جيت بوش. بوش اللي انا ببوش او بزق التغييرات اللي انا عملتها او الكوميتس اللي انا عملتها عشان تبقى ظاهره على الموقع. فاعمل جيت بوش اوريجين، وبعد كده ماستر
ماستر دوت اللي هو البرانش بتاعي اللي انا شغال عليه، هنعرف البرانش كمان شويه، بس هو البرانش الاساسي يعني لو انت ما عملتش اي حاجه بيبقى اسمه ماستر. هدوس انتر، هيبدأ ان هو يبوش المشروع بتاعي اللي على الجهاز على الجيت هاب. تمام، هو كده قال انه تمام، عاوز اتاكد انه حصل فعلا. اهو فعلا لقيت المشروع بتاعي اترفع على الجيت هاب، واول كوميت اسمه initial commit ومتسجل على الجيت هاب. طيب عاوز بقى اعمل اي تغيير واسجل التغيير اللي انا هعمله. انا عندي البروج بتاعي HTML، ال HTML طبعا مش موضوعنا بس علشان اعرفكم ازاي بعمل تغيير يعني واوثقه. هو دوت لو فتحته وعاوز اعمل عليه اي تعديل، عاوز ازود كلمة مثلا، اشيل ان اور سايد ديت مثلا، واعمل علامتين تعجب، اي حاجه يعني. المهم وادوس سيف واشوف التعديل بتاعي حصل ولا لا. التعديل بتاعي حصل فعلا. عاوز بقى اوثق التعديل اللي انا عملته ده او اسيف التعديل اللي انا عملته ده. طيب انا قلت علشان اسجل تعديل انا عملته بعمل حاجتين، بسجله عندي على الجهاز الاول في كوميت، وبعد كده برفعه على الجيت هاب. لو برفع الكوميت اللي انا عملته على الجيت هاب، علشان اسجله عندي على الجهاز كنت بعمل تو كوماندز، جيت اد للنقطه بعدين جيت كوميت بعدين شرطه ام، بعد كده الرساله بتاعتي اسميها اي حاجه موديفايك وبعدين انتر. كده التعديل بتاعي حصل، وعشان اتاكد ان هو حصل، دي خطوه مش ضروريه بس عشان اتاكد ان هو حصل، اهو لقيت الكوميت بتاعي اتعمل موديفاينج والتاريخ بتاعه كل حاجه تمام. عاوز ارفع بقى الكوميت بتاعتي ديت او التعديلات اللي انا عملتها على جيت هاب. اتفقنا ان هو بجيت بوش اوريجين ماستر زي الكوميت اللي فات، ادوس انتر. ساعات بيطلب الايميل والباسورد بتاع جيت هاب، دخلوا الايميل بتاعكم تمام. هو حصل بوش هنا كده مظبوط. عاوز اتاكد بقى انه حصل وظهر على الموقع، هعمل ريفرش للكوميتس. اهو ديت كده قائمه الكوميتس، البرانش اللي اسمه ماستر في الريبو بتاعتي، والكوميت التاني بتاعي هو موديفاينج وصل تمام. طيب احنا بالفيديو ده اتعرفنا ايه هو جيت وايه هو جيت هاب، وازاي اعمل ريبوزيتوري جديده، وازاي ارفع مشروع عندي على الجهاز على جيت هاب واعمل تعديل عليه وارفعه علي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي اعمل كلون لريبو وايه هي البرانش وحاجات تانية. استنونا في الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم.